التسمين هذه اللي كتسمى سرقه. راه شتنا بزاف ديال المصالح ديال لي كلينيك ولا بيرمانانس ديالهم وبنادم ما عنده والو كيرجعو خصو ينعس. كاين بزاف ديال الحوايج هما راه حشومه وعيبه عار. المواطن ما عندوش كاع سوالي واحد الثمن بايظ. انا اللي كنتكلم معاك، مشيت شي ثلاثه المرات للسبيطارات ماشي غير كلينيكات كاع. انا عندي رونديفو غير على والو حاجه بسيطه دابا عام وانا كنمشي ونجي على عينيا. اقسم لك بالله وعندي دابا كاع عندي كاع حجوج. كلشي يقول لك 9000 درهم هذه جلاله 9000 درهم وبجوج اسيدي. ايوا شوف اش غنديروا معاك، خصك تجيبنا واحد لاباراي باش الا بغيتي دير العمليه عليك. قال لك تجيبنا لاباراي ب 60000 فرنك، هذه الدوله التصبيطر ديال الدوله خليها. اما هذوك الكزارب بوحدهم الكلينيك ديال اي هاي في الريسبسيون بحال ماشي داخل الريسبسيون ديال الاوتيل ديال الكلينيك، داخل الريسبسيون ديال القتل. دوك كيديروا عرفتي كيفاش كيديروا لك عينيهم. عندك شي عندك 7000 درهم، عندك 8000 درهم تعطي لنا دخل الدواء، ما عندك شي سير اخويا تسنى. ما عندناش عامرين حنا عامرين ديما ريزيرفي عامرين. عندك تي سويت كي عامر دغيا كتصوب البلاصه دغيا كيصوب داك الشيء رمشاتهم العين. ما عندك شي بقات تما كاز موت في لا بيرمانانس مرمان تما ما بقيتش كاع بيدها فيه. شتي هادشي عدفناه وعينا منه. مشيت انا شي 4 مرات ولا 5 مشا هاكا مشي ما كاين والو ما كاين والو. نعم ازدي الا عندي واحد الورقه ديال الرامي ما كاينش ما عندكش. دور قال لي كلينيك كل مدور عليهم هادشي اللي كاين والله ما كاين حاجه بالله. وعندهم خصك تدور الا بغيتي تنعس على شومبر بحال دوك الايامات الملاهي اللي بغيتي تجلس في الطبره الاولى خصك تدبر على هذاك اللي مقابل يا هادي دايرين هما دابا. الاثمنه اللي كدير من الصحات الخاصه راه مبالغ فيها بكثير بما انهم هما تيقولوا بان راه في هاد كورونا هذا الوباء قال لك 8000 درهم كتقدر تقدر 8000 درهم الليله على التنفس كذا 8000 درهم. شكون غيقدر يخلص 8000 درهم؟ موظف راه ما تياخذهاش. بعد اثمنه مبالغ فيها بزاف خصهم هما يعاونوا خصهم يديروا اثمنه مناسبه خصهم بعدا اولا وثانيا يشوفوا صندوق الضمان الاجتماعي ويشوفوا شركه التامينات وشركه الاحتياط اللي كيردوا لي ميتيير يشوفوا معاهم على الاثمنه وتكون اثمنه مناسبه. لان الان المغرب عنده اقتصاد راه منهار العمل ما كاين شيء راه الناس خرجوا من العمل باش غياديوا هاد الناس. الصحه خصها تكون للجميع. الدوله الديمقراطيه خصها تكون اولا وثانيا تعليم صحه وشغل. اين هذا بالنسبه لهاد الكلينيكات؟ خصهم يراعيوا الجانب الاجتماعي بالنسبه للمواطن حيث الطبقه المتوسطه والطبقه الضعيفه هي الاكثريه في المجتمع. وبالنسبه للتغطيه الصحيه قليل في المجتمع اللي عندهم هذه التغطيه. وبالنسبه للجانب الانساني عاوتاني خصهم يراعيوا وما يبالغوش في الاثمنه. وبالنسبه لذاك الضجه ديال الشيكات ديال الضمانه رغم انها غير قانونيه خص بالنسبه للمراجعه ديالها والدوله خصها تدخل في هذا الجانب. ماشي معقوله نهائيا اثمنه خياليه واش 6 مليون وتيقولوا السيد هو راه مات تيقولوا راه زعما راه باقي حي حتى كيجي ضروري خاص العائله تخلص 6 مليون ولا ما يعطيوهمش الميت. يعني داك الشيء كاتاستروفيك. هاد كورونا قفرتها علينا وزادوا كلينيكات عرفتي الناس كتموت. يعني لا اله الا الله محمد رسول الله مبالغ فيها بزاف. والاغلبيه اللي كيتصابوا كتلقاه مواطن على قدو يعني ماشي ما عندوش امكانيات بعدا باش يداوي. وغيزون دو بلوس ان انا جدوا اوبيغي نهار الاثنين ان شاء الله وجو سوي اوبليجي ندير لو تيست ديال البي سي ار اللي كيكون 700 درهم وجاتني بحال كتر ميديك 700 درهم في السبل و فور بروبابل غتكون نون رومبورسابل يعني المواطن كيخسرها من جيبه. الثمن ديال الكلينيكات شويه كيخلع بزاف ماشي في الامور ديال كورونا. غير كورونا كاينين شي اثمنه اللي خياليه ومع العلم راه عندنا مواطن ضعيف راه ماشي شي مواطن اللي غني اولا عنده واحد الثمن في الشهر اللي كياخذوا ديال 6000 درهم ولا 7000 درهم. راه المخير ما كيفوتش 3500 درهم ولا 2000 درهم.
كيفاش حنا الثمن ديال الكلينيكات هذا طالع بهذا الثمن خيالي؟ راه اي دوله في العالم كتطلع بثلاثه الحوايج: التعليم، الصحه، القانون. حنا هادو ما عندناش بثلاثه، كيفاش بينا نكونوا في هذه الاختلالات ديال الدوله؟ زائد على هذه القضيه ديال الرميد، انا بعدا شخصيا ما عمرني شفت شي واحد اللي استفاد من الرميد او استفاد من شي حاجه، ما بالك حنا عندنا واحد السبيطارات اللي الا جينا نهضروا عليهم خصنا لهم ساعات طويله وما غاديش يكفينا. مع العلم حاولوا يرأفوا واحد شويه بالمواطن، الا كانوا كيقولوا المواطن المغربي راه حنا في الصف ديالك، خصهم يحاولوا يرأفوا بالمواطن واحد شويه.